ومشاهدينا لمناقشة ما تناولته الصحف السعودية لواقعة اختفاء خاشقجي، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح الدكتور سعد الفقيه. دكتور سعد، أهلا بك. دكتور سعد، هل تسمعني؟ أهلا بك. بداية دكتور سعد، نعم، أسألك، لماذا غابت أخبار خاشقجي عن الصحافة السعودية، خاصة منذ يوم الثلاثاء يوم الاختطاف إلى 5 أيام بعد اختفاء خاشقجي؟ لماذا غابت أخبار خاشقجي عن هذه الصحف؟ أولا، الصحافة السعودية والإعلام السعودي لا يتكلم إلا بتوجيه من السلطة. يستحيل أن يبادر أي صحفي أو إعلامي سعودي رسمي أو غير رسمي أو شبه رسمي بأن يتحدث أو يعلق على قضية لها علاقة بالدولة إلا بتوجيه، ليس فقط بإذن بل بتوجيه من السلطة وتحديد ماذا تريد له السلطة أن يقول. فبناء عليه لن يتكلموا إلا بتوجيه السلطة. وما دامت السلطة قد أقدمت على هذا الفعل ظنا منها أنه أن القضية ستموت ولم تستعد لتبعاتها ولا لتداعياتها، فالسلطة كانت مصدومة من سرعة انفجار الحديث العالمي عن هذا الموضوع وتضخيمه واعتباره جريمة دولية. ولذلك بسبب هذه الصدمة لم يوجد توجيه لدى الصحف ماذا يجب أن تقول. لعلهم بعد 3 أو 4 أيام فكروا بأن يقللوا من هذه الهجمة على مستوى رأي العام الداخلي، أن يعطوا وجهة نظر معارضة من قبل السلطة بقلب المجد ضد الحكومة التركية. طيب دكتور، فالسبب إذن هو غياب وجهة النظر الرسمية. طيب إذا استعرضنا معك دكتور بعض ما جاء في الصحف بعد أن قامت هذه الصحف بالحديث عن جمال خاشقجي، على سبيل المثال القنصل العتيبي يقول في عكاظ، يقول تصريحات المسؤولين الأتراك حول اختفاء خاشقجي مؤسفة. أيضا في مكة السعودية تقول الكرة في ملعب السلطات التركية، أين اختفى المواطن السعودي جمال خاشقجي. صحيفة الجزيرة السعودية على سبيل المثال، المملكة قلقة من اختفاء جمال خاشقجي والذي كان داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. الشرق الأوسط تقول بأن عائلة خاشقجي تلجأ للقضاء وتؤكد ثقتها بالسلطات السعودية. أيضا الشرق الأوسط، عائلة خاشقجي لا نعرف شيء عن خديجة وسنلاحق مروجي الشائعات قضائيا. يعني عندما بدأوا يتحدثون دكتور كانت هذه هي لغة الخطاب والتداول والتناول أيضا فيما يتعلق بخاشقجي، كيف تفسر ذلك؟ لا، ما يثبت ما قلته أنها توجيه من السلطة. السلطة هي التي تقرر كيف يجب أن تتكلم الصحافة، أن تردد كلام القنصل وأن توجه اللوم لتركيا وأن تبحث عن طريقة تقنع بها الرأي العام أن هذا كلام ما يقال في تركيا عن جمال خاشقجي غير صحيح. فذهبوا إلى هذه العائلة المسكينة المنكوبة، عائلة خاشقجي، وبدأ من أن يلملموا جراحهم ويعينوهم ويعزوهم، وضعوهم في وجه مدفع وضغطوا عليهم حتى يكذبوا الأتراك وبأسلوب وقح وقبيح، وهو توجيه اللوم إلى الأخت الفاضلة خديجة. نعم. طيب دكتور، لماذا لاقت قضية خاشقجي اهتماما سياسي وصحفي عالمي كما رأينا، خاصة بعد تحدث مثل دونالد ترامب حول ضرورة معرفة ما حدث بالتحديد، وتعاون السلطات السعودية مع تركيا حول معرفة ما حدث له؟ لماذا هذا الاهتمام العالمي في الصحف والصحافة العالمية بخاشقجي؟ هذا له سببان. السبب الأول معروف ومتوقع، وهو أن تقدم دولة على جريمة داخل قنصلية، سواء كانت الجريمة هي اختفاء أو خطف أو قتل، هذه حاجة ليست مقبولة في الأعراف الدبلوماسية العالمية. لو كانت مثل هذه الإجراءات تتم لما كان هناك حصون دبلوماسية ولما أعطيت حماية ومناعة للدبلوماسيين أن يعيشوا في كنف دول أخرى، لأنه يجب أن تحترم الحصانة، مقابل احترام الحصانة أن يحمى من يدخل هذه المؤسسات الدبلوماسية. فهذا السبب الأول، لأنه حتى روسيا بعجرفتها وقوتها لم تغتال داخل القنصلية، قتلت بطريقة خبيثة وذكية بسم بطيء التأثير.
وخارج القنصلية. السبب الثاني أن الأتراك تمكنوا بسرعة من جمع معلومات كافية، وساعدهم في ذلك غباء الذين نفذوا العملية باستخدام وسائل متخلفة وقديمة في تنفيذ العملية، فوقع في يد الأتراك أدلة قوية جدا تثبت تورط المسؤولين السعوديين بشكل مباشر في القتل وربما التعذيب وربما تقطيع أجزاء الجثة، وتمكنوا من إيصال هذه المعلومات إلى الجهات الحساسة سواء إعلاميا عالميا أو سياسيا، لعلهم ربما أوصلوا هذه المعلومات إلى أشخاص مهمين في الكونغرس وفي في وزارة الخارجية الأمريكية وفي الرئاسة الأمريكية فأحرجوهم، فكان لابد أن يقفوا موقفا قويا ولا يمكنهم الدفاع عن النظام السعودي. طيب دكتور، هل تتوقع بأن الرأي العام السعودي سوف يتأثر بهذه الواقعة التي حدثت للصحفي جمال خاشقجي، خاصة مع التجاهل المطبق من قبل وسائل الإعلام الحكومية السعودية فيما يتعلق بهذه القضية بالتحديد؟ الرأي العام حسب ما رصد لنا ونقل لنا أن الناس في البلد في حالة صدمة، أنه نعم كانوا يتوقعون من هذا الفتى الأرعن المتهور أن يقدم على تصرفات غير محسوبة وتدل على شخصية سيكوباتية، ولكن لم يتوقعوا أن يتجرأ على دولة أخرى كبيرة ومهمة مثل تركيا وأن تتم العملية بهذه الطريقة المكشوفة التي لا يمكن إخفائها. فالذي يسود الشعور الذي يسود الناس أنه لربما إذا كان هذا قد نفذ في قنصلية خارجية في مكان بعيد عن بلاد الحرمين، فماذا يجري في سجون البلد وكيف سيتعامل مع البقية الباقية مما لا يعجبهم أبناء البلد؟ فهناك قلق وخوف من المستقبل، والناس تتشاور فيما بينها ما الذي يجب عمله أمام هذا الرعب الذي يصنعه محمد بن سلمان، بل حتى داخل العائلة الحاكمة هناك قلق شديد أنه هذا الفتى يؤدي بنا إلى المهالك وسيقضي على حكمنا وسنخسر كل شيء بسبب وجوده في السلطة. الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، شكرا جزيلا لك دكتور، كنت معنا في سياق ملف هذه الحلقة.